اليوم موضوعنا لأول مرة، أنا ما بحضر عن الإيفنت لأنه معلوماتي 0%. أنا بالعادة بكون بلحق ورا الضيف والضيف بلحق وراي، بس لأول مرة الحمد لله جبت لكم ضيف كمان بيعرف يحكي عني 10 مرات وزيادة. فموضوع اليوم مختلف تماماً عن الإيفنت اللي يمكن يتابعوني على السوشيال ميديا بيعرفوا أكتر. هذا الموضوع ما كنت أعرف فيه، ما عندنا جنس ذكوري عدد كبير بالعائلة، وما عندنا هذا الهوس كان بالرياضة، البيت عندنا أنثوي بحت. فلأول مرة سمعت كلمة رياضة بعد ما خطبت بيوم، وبعدها بدأ التأثير. طبعاً زوجي بضحك، طبيعي. وبعدها بدأ التأثير، وفعلياً جلسة اليوم هي من التأثير اللي بلشت أسمعه. واكتشفت بعدين إنه رياضة مش بعيدة عن عالم الأعمال اللي أنا بفكر فيه، وبلشت أربط يعني بلشنا نسأل نحكي كل مرة بدردشة، واكتشفت إنه في إشي لازم نحط هيك سبوت لايت عليه أكتر ونحكي فيه أكتر. يمكن في أشياء أنتوا بتعرفوها أكتر مني، وفي أشياء لما قعدت مع ضيفنا كمان حسيت إنه لا حلو نسلط الضوء عليها. فعشان هيك أنا ما جبت حتى مقدمة في عالم الرياضة لأنه مش تخصصي، بس رح أرحب معكم بالضيف. ضيفنا طبعاً أنا، بس إحنا أعلننا عن الإيفنت اكتشفت إنه في مشجعين ومعجبين ومتابعين، وفي حتى شباب بلش يبعثون لنا بالإنبوكس إنه أيوة هيك من زمان. فيبدو ما شاء الله جمهورك يعني سابقك ما شاء الله. عن الكوتش مهند محدين، هو حاليا يمكن بتشوفوه كوجه إعلامي في قناة المملكة، بلش معهم ب 2017، رئيس التحليل التنفيذي للقسم الرياضي. يعني بدي أقرأ لكم السي في ما شاء الله. عنده برنامج كابتن أسبوعي، تنوعت المواضيع أكثر، في ألعاب رياضية، رموز رياضية أكثر، استضاف ما شاء الله مدرب إيطالي، لاعب عراقي، العديد من الرموز الرياضية. حاز على في عام الأول على جائزة المركز الثاني كأفضل برنامج عربي رياضي تحليلي من اتحاد إذاعات الدول العربية، أقيم في تونس عام 2018. بعدين أنا اكتشفت المفاجأة الثانية إنه هو كان يعمل في القطاع البنوك، وعنده خبرة في الماركتينج، عنده خبرة في قطاع البنوك 13 سنة. بعدين انتقل للعمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم وعمل مدير للتسويق والاتصال، وعلى الصعيد الرياضي لاعب محترف. فما شاء الله كلكم عارفينه الكابتن. أنا بعدين اكتشفت، أنا بس طبعا أنا قعدت مع الكابتن وحكينا وتناقشنا، وللأسف أنا ما كنت شايف السي في قبل ما أقعد، بس سامعة يعني سامعة منيح. بعد ما روحنا فتحت الأونلاين جوجل الله يرضى عليه، وبقتيها بلشت أقرأ وأقرأ وأقرأ. فهذا الملخص يعني، مركز قلب الدفاع في نادي الفيصلي والمنتخب الوطني الأردني ل20 سنة، 4 سنوات منها حامل لشارة القيادة. الصعيد الإعلامي، بدأ رحلته مع الإعلام مباشرة بعد اعتزال اللعب، كان مقدم للبرامج الرياضية في ART، بعدين عمل في قناة الكأس القطرية، استوديو التحليلي بطولة نهائيات آسيا في أستراليا عام 2015، عمل في المجال الإذاعي ورياضي أسبوعي تحت مسمى أدرينالين مع محادين على إذاعة صوت الغد. مواليد عمان، ودارس الحاسوب في الجامعة الأردنية 95 كمبيوتر، وحاصل على العديد من الدورات المتخصصة في التخطيط والتسويق والدورات الإعلامية، تقديم التلفزيوني، وهذا كله اللي حضرته لليوم. يعني ما شاء الله كابتن، الله يخليك. السي في ما شاء الله يعني أنت لها. كابتن يمكن محور الجلسة أول مرة ما قعدنا ودردشنا، وأنا أكثر إشي حبيت أركز اليوم عشان تعرفوا، أول مرة كنت محضر الإيفنت كان عنوانه الرابط العجيب بين الرياضة والأعمال. بعدين قلت لا، هم الناس كلها عارفة، وأنا اللي ما كنت عارفة إنه رابط عجيب. فبحب هيك كابتن تعطينا أول شيء لمحة سريعة، هل عن جد في علاقة بين الرياضة والأعمال، وبالأخص كرة صناعة كرة القدم اللي حكينا عنها؟ خارج الأردن نعم. للأسف. إحنا ما زلنا في طور الهواية في الأردن، بس من خلال متابعتنا والمستمرة، من خلال متابعتنا خلال العقود الماضية، عم نشوف في دول كثيرة سواء كانت عربية أو أوروبية حول العالم وصلوا مراحل بعيدة جدا في مجال أنه حولوا الرياضة بشكل عام إلى رياضة احترافية. رياضة احترافية إذا تتحولت تدريجيا إلى صناعة تعتمد على شعبية هذه اللعبة. هم بيستخدموا اللعبة تحقيق إنجازات، ميداليات أولمبية إلى آخره، أو الرياضات الجماعية، والأغلب اللي هي رياضة كرة القدم لعبة شعبية، شافوا إنها بتدور دخل كبير. هلا بدي أسألكم أنا سؤال، مين منكم تابع كأس العالم؟ في حدا ما تابع من مرة؟
مين أهله تابعوا كأس العالم؟ طيب غريب. كرة القدم بكأس العالم على سبيل المثال بتورجي إنه في علم التسويق إنه الفئة المستهدفة حلو. أصبحت ماس، بمعنى مشاع، مش كبار السن ولا ستات البيوت ولا المتعلمين ولا الصغار ولا الشباب المهتمين ولا الشباب صحيح. هي عبارة عن جامعة، واللي راح لقطر مثلا في كأس العالم الأخير راح يشوف الكلام هذا، وشاف أيضا الإحصائيات عن نسب المتابعة، نسب المشاهدة، نسب الحضور على السوشيال ميديا، الانتراكشن يعني التفاعل، عم بيشوف انه اعداد كبيره بالملايين، يعني بنحكي عن 3 مليار من سكان الارض تابعوا كاس العالم. هذا معناته انه هذه الرياضه جاذبه لطبقه كبيره، وما مش زي مثلا استرولاب مثلا على سبيل المثال بدي قهوه ساده. القهوه في عالم الماركتينج انه بيكون في لها شريبه ناس معينين او اي برودكت، لو نحكي ابل مثلا صحيح. نوع كذا بتلاقيه موجه لفئة محددة. سعره غالي برضو لفئة محددة، يعني كل برودكت، كل منتج موجه لفئة. فأنا بدي أدخل straight to the point، كرة القدم عامة فيها كان نقطة وسطية وبلشوا ينتشروا فيها. حلو. الأوروبيين هم اللي قادوا ثورة كرة القدم، وبالإدارة، بالإدارة الرياضية المحكمة. طبعاً اشتغلوا على عدة محاور، في عدة أركان، هي مش بس لعيبة بيلعبوا في أرض الملعب، لا، في بطولة بدي أنظمها أخليها مصدر دخل جاذبة. حلو. جاذبة معناته اشتغلوا الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما بدي أحكي على الدوريات هلا، بدي أحكي على اتحاد أوروبي. اتحاد أوروبي مسك قال بدي أسوي بطولة اسمها Champions League، بدي ألمعها، أسوي لها موسيقى خاصة ولوجو خاص فيها، واللي بيلعب فيها بهاي البطولة لازم يكون له مواصفات خاصة من الأندية. فسووا نظام، أعطوا مقاعد في الدوريات الكبرى اللي تحتيها، الدوري الإسباني لليغا، الدوري الإنجليزي بريمير ليج، كل واحد له أربع مقاعد، أربع مقاعد الكالتشو، أربع مقاعد الدوري الفرنسي، ثلاث مقاعد الدوري التركي، في له مقعد دوري النمساوي، له مقعد الأوكراني إلى آخره. جمعوا لهم 26 مقعد وحكوا لبقية الأندية في لكم كمان بلاي اوفز عشان بدنا كمان 6 مقاعد. فخلوا اكم من نادي هيك، حوالي 12 نادي يتهاوشوا على 6 مقاعد. وشو قالوا لهم؟ 32 فريق اللي دخلوا الشامبيونز ليج لكم الجوائز التاليه، ها ربطوها بالاموال. اذا لمعوا البطوله، وبعدين حكوا لهم يا 32 فريق اللي دخلتوا هاي البطوله كل واحد في إله 15 مليون وربع مجرد دخلتك على الشامبيونز ليج. هذا مطمع ولا مش مطمع للأندية؟ مطمع. هذا لسه ملايين، لسه رح نحكي عن مليارات الآن. الإشي الثاني، كل مباراة بتفوزوا فيها في إلكم 2,700,000 يورو. مش بس هيك، تعادلت إلك 900,000، اتأهلت لدور 16 في إلك 9.5 مليون، رحت لدور الثمانية في إلك 10.5 مليون، وصلت دور الأربعة في إلك 15 أو 12 مليون، عفوا وصلت المباراة النهائية إلك 15 مليون، وفزت بالكأس إلك 4 مليون. توتال يعني مجموع اللي بيفوز بالشامبيونز ليج يحصل على قرابة 105 مليون بس من هاي البطولة. ناهيكم عن المتابعة الجماهيرية الكبيرة، ناهيكم إنه رح يلعب كأس السوبر اللي هو ضد بطل اليوروبا ليج. فهو بدي احطها تحت بند انه بيمسك المسابقات التورنمنتس هاي اللي بيشتغلوا عليها لازم يلمعوها وسووها ليفلات. الليفل الثاني من البطوله غير الشامبيونز ليج اللي هي اسمها يوروبا ليج، اخذوا مستوى ثاني برضو، اعطوا مقاعد لكل دوري من هالدوريات الموجودين في اوروبا، صنفوهم، حكوا لهم اللي بيجيب مركز خامس سادس إله مقعدين مثلا، مسكوا الدوريات وأعطوا مقاعد محددة للدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، عشان يشجعوهم يخلوهم دائما يتحركوا. حلو. بس الاتحاد الأوروبي المسؤول عليها، هلا بنحكي أوروبا، في اتحاد قاري، اتحاد أوروبي، وهو حكينا اللي عم بيقود هذه العملية، حكى لهم إنه غير الشامبيونز ليج
في اليوروبا ليج احنا بدنا نشوف الاستادات كلياتها شغالة وعم تلعب مباريات يومين ورا بعض، سواهم ثلاثة وأربعة، خلى كل أنظار العالم اللي بيتابعوا كرة قدم انهم يتابعوا هدول المباريات يوم ثلاثة للشامبيونز ليج ويوم أربعة مثلا لليوروبا ليج او يوم خميس، خميس وجمعة مثلا. اوكي، فهو اشتغل عليها، راح سوى بطولة ثالثة، حكى المصنفين هلا من 1 لـ 26 امنا بالله هي دخلوا معنا بالشامبيونز ليج. طب بقيه الدول او دوريات اللي في اوروبا اللي تصنيفها من 26 لـ 55 شو سووا فيهم؟ سوينا لهم بطوله اسمها الكونفرنس ليج، كمان سووا لهم بطوله عشان وإلها جوائز طبعا اقل من الشامبيونز ليج، لكن صنفوهم بطوله إليت اللي هي وإلها موسيقى فخمه، واعتقد الكل تلاقيها نسمعها كلنا، وفي اليوروبا ليج اقل منها، الثالثه اللي هي الكونفرنس ليج. هذا على مستوى الانديه في اوروبا. على مستوى المنتخبات لما يلعبوا في شيء اسمه، اللي بيعرف في كره القدم الاجنده السنويه، في شيء اسمه ايام محدده من الاتحاد الدولي الفيفا اللي بسموها فيفا ديتس، بكل تقريبا شهرين او شهر انه في مباريات هاي الانديه العالم بالعالم كله تعمل ريليس للاعبتها اللي في الانديه، يروحوا لمنتخباتهم يلعبوا مع المنتخب ويرجعوا. هذا قانون معناته في حوكمه جيده من الجهه المنظمه. هلا مش الاتحاد الاوروبي الجهه المنظمه، هو الجوفرمنت، الجوفرنس هو من الاتحاد الدولي. اوكي، راح ارجع لكم لهي النقطه، انا على فكره بحكي كثير وبجزء اشت بس راح ارجع للنقطه. اللي كم من حدا بيعرف بكرة القدم أو ما بيعرف بكرة القدم؟ ما بيعرف. طيب هلأ المظلة الرسمية في العالم لكرة القدم اسمها الفيفا، في تحتيها 6 اتحادات قارية، اتحاد الآسيوي اسمه AFC وتحتيه 46 دولة بلس 1، في بعدين الاتحاد الأوروبي اليوفا اللي هو تحتي الشامبيونز ليج واليوروبا ليج والكونفرنس ليج، وفي عنده 55 دولة، في الاتحاد الافريقي الكاف، في الاتحاد امريكا الشمالية والوسطى اللي هي الكونكاكاف، وفي عندنا كومبيبول اللي هو امريكا الجنوبية، وفي عندنا قارة اوقيانوسيا. قارة اوقيانوسيا هي استراليا ونيوزيلندا والجزر اللي على المحيط، جزر سليمان، واقرأوا عن جزر سليمان، انا قرأت عنها مؤخرا يعني جميلة جدا وفي لها ميزات حلوة، بس هم تقريبا عديد من الجزر بتنافسوا على مقاعد محددة. هلا الاتحاد الدولي هو بحط الأنظمة والقوانين الريجوليشنز لكل شيء اسمه، سواء كانت بطولات أو انتقالات اللاعبين، وبسوي حوكمة لكرة القدم في العالم. في مثلا على سبيل المثال لاعب بده ينتقل من فريق A لفريق B، هذا اللاعب عشان ينتقل في له ضوابط لانتقاله ضمن نظام معين. حلو، بدخل في النادي اللي بده يشتري، النادي اللي بده يبيع، وكيل اللاعب واللاعب، بس في لها ضوابط. على سبيل المثال ما بيصير اي حدا او نادي يروح للاعب، يعني انا بدي اشتري اللاعب الفلاني المهندس، ما بيصير اروح له وهو لسه عقده باقي له اكثر من 6 شهور لينتهي، هذا بيعتبروه مخالفه. بالمناسبة من الموجودين بالحاضرين أنا أستاذ عمر اللوزي، نائب رئيس هيئة الاستئناف في أو لجنة استئناف اتحاد كرة القدم، قانوني في كرة القدم، وأيضا زوجتي مشارة قانونية في اتحاد كرة القدم، فبالقانون الرياضي بجزء أرجع لهم أنا في أكم من شغلة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أوكي، هلأ الفكرة بدي أحكي أنه الاتحاد الأوروبي كان ليدر والبقية تقريبا بيقلدوا بنفس النظام لأنه نظام ناجح. هاي الأموال لما سووا هاي البطولة إليت في الاتحاد الأوروبي جذبت الرعاة، جذبت البث التلفزيوني اللي عم نشوفه احنا على البين سبورت في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا، مع أنه بيشوفوها بأوروبا وبيشوفوها أمريكا الشمالية وبيشوفوها أمريكا الجنوبية، بس كله هذا مبيوع ضمن رايتس محددة وبتدر أموال ضخمة على
على الاتحاد اليويفا. خلينا نحكي طب كوتش، هدول هم الستيك هولدرز اللي قلت عنهم انه مش بس لاعبين، يعني مين المنظومه المتكامله، عن مين بنحكي لما نحكي اتحاد رياضي او لعبه رياضيه؟ اوكي، هلا كل اتحاد في تحتيه أندية. يعني كل مثلا على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي في عنده دوريات في اوروبا، تمام، دوريات عديده تلعب ب 55 او 56 دوله اوروبيه، بس في منهم التوب 5 اللي هم هدول اللي بيلعبوا كرة قدم عالية المستوى وبينافسوا دائما، اللي هم البريمير ليج، الدوري الإنجليزي اللي يعد من أغلى الدوريات في العالم. هلأ هنا سبب المحاضرة اليوم ليش صار غالي؟ حلو. ليش عم نشوف أو منسمع بالأخبار إنه صندوق الاستثمار السعودي راح اشترى نادي نيوكاسل يونايتد، اشتراه ب 415 مليون، من وين جابوا القيمة هاي؟ وليش راحوا استثمروا؟ ليش استثمروا؟ قطع ليش أخذت أسباير مثلاً؟ نعم، ليش عم نسمع كمان إنه سيتي فوتبول جروب، مجموعة السيتي جروب اشترت المان سيتي، ولما نطلع على هذه المجموعة منلاقي إنه في شركة قابضة. لما نعرف شو هي السيتي فوتبول جروب، هي عبارة عن شركة قابضة، يعني شركة استثمارية، شركة استثمارية، صندوق استثماري، صندوق استثماري فيه مكون من ثلاث شركات، شركة نيوتن استثمارية، شركة تانية سيكس ليك اي ثينك اللي هي امريكية وحصتها 18%، 1% لنيوتن و 1% لشركة صينية. شو سووا هاي الشركة القابضة؟ راحوا اشتروا 10 أندية في العالم غير المان سيتي. المان سيتي اشتروا بال 2008 وبعدين، أو اشترى الشركة الإماراتية، يعني هو الشيخ منصور آل نهيان فعليا، وراحوا سووا هاي الشركة القابضة وبعدين راحوا اشتروا التسع أندية المتبقية. بس وين راحوا؟ اشتركوا نادي مومباي بالهند، اشتروا نادي نيويورك سيتي، اشتروا نادي ملبورن بسيدني، عملوا هذه المجموعة الكبيرة. في سبب. هلأ شو السبب؟ السبب الرئيسي بالنسبة للمستثمرين عشان يدخلوا لهذا القطاع اللي شايفين فيه عليه ديماند كتير، وهلأ بحكيكم ليش في الديماند، لأنه مربح على المدى البعيد. كيف مربح؟ إذا بدنا نحكي اقتصاد، هلأ في شيء اسمه قيمة المؤسسة الرياضية أو قيمة المنشأة الرياضية أو قيمة اللي هو قيمة المؤسسة. بدي أجي أشتري أنا هذه المؤسسة، قديش بتساوي؟ الترم المصطلح الاقتصادي المسمى هو شيء اسمه Enterprise Value. شو يعني؟ قيمة حقوق الملكية Market Capital، بيضيفوا عليها الديون، بنقصوا منها الكاش الموجود، بيطلع القيمة. طب بناء على شو بتحدد قيمة نادي انه سعره 2.3 او 4 مليار؟ بتحدد بناء على خمس اركان رئيسية. هذه الاركان الرئيسية مهمة. اولا، هل يمتلك ملعب هذا النادي ولا لا؟ لانه اذا يمتلك ملعب معناته عم في شيء اسمه خلال إقامة المباريات على أرضه عم بيطلع دخل يومي من التذاكر. وبدعطيكم مثال رقم هيك اصفنوا فيه. أكبر نادي عنده معدل حضور جماهيري هو مانشستر يونايتد، 72 ألف متفرج في المباراة الواحدة. هذا معدل 72 يعني ألف، تخيلوا استاد فل بكل مبارياته. وطب قديش يا مهند عدد المباريات اللي بيلعبها على أرضه؟ تقريبا 29 مباراة في السيزن على أرضه. طيب فقديش سعر التيكت؟ أوكي، قديش معدل التيكت للمان يونايتد بالبريمير ليج؟ 300-400 إشي زي هيك. وإذا راحت سوق سودا بتنط لها بالألاف. طب بالشامبيونز ليج؟ بالشامبيونز ليج لسه بالستمية وشوي. ففي رقم مهول بيطلع بالمباراة الواحدة من التيكتس. طيب احنا بنشوف المان يونايتد في عليهم على التيشيرت السبونسر تبع التيشيرت، شو نوع التيشيرت تبعهم؟ اديداس.
أدي داس عاملين رعاية لسنوات بمبلغ مهول أيضا لمدة 10 سنوات، بجوز قيمة العقد سنويا بالسنة الواحدة قرابة 67 مليون. واو. بالسنة عشان يحط بس تيم فيور. وشركة أديداس لها الحق ببيع تيشرتات المان يونايتد واستخدام حقوق ملكية اللوجو والشعار تبع النادي للبيع في كل العالم عبر الستور تبعتها. فهم بيطلعوا المبلغ هذا، ما تخافوا، بمبيعاتهم، لأنه عارفين في ولاء عند المشجع. هلا تخيلوا هذا بملكية ملعب، شو فيه ريفينيوز. طيب أعطيكم كمان مانشستر يونايتد الاستاد تبعه، شو فيه خلال المباراة الوحدة؟ شاشات، هاي شاشات صحيح اللي بيبيعوا عليها الإعلانات، هذا مصدر دخل. الأهم من ذلك عندهم 180 بوكس اسمه سكاي بوكس. شو سكاي بوكس؟ يعني بدي أجي أنا وعائلتي، أنا وكمان 4-5، بدي أستأجر هذا البوكس من أصل 180 عشان أشاهد مباراة، بس بدي حدا يضيفني وآكل سوشي. آه هذا ليفل تاني. وأستروليب أوكي أشرب. ليفل تاني. أنا فعليا دخلت على موقع المان يونايتد من يومين أشوف إذا في فرص عمل، مش إلي بس، هيك من باب الفضول. طالبين واحد بالكيترينج، مسؤول على الكيترينج للسكاي بوكسز. فعليا بدنا نقدم. هذا عبارة عن مؤسسة قاعدة عم تشتغل على ليفل عالي. طب كنت نربط فيها كمان الملعب مثلا اللي عملوه ريال مدريد بتجهيزاته الأخيرة؟ نفس الشيء، نفس الشيء، إنه مصدر دخل كان هو الأساس، هو الملعب. تمتلك ملعب في إله هذا مصدر الدخل، هذا منجم الذهب تبعه. زائد الملعب مش زي ملعب استاد عمان الموجود عندنا، عملوا شوبس تحت الملعب. طيب. عملوا مطاعم. على سيرة استاد عمان، احنا استضفنا منتخب اسبانيا. انا مش مسؤول منتخب، اي شيء بحكي الكوتش انا مش مسؤول. قبل كأس العالم يعني اسبانيا اخر محطة لها بكامل نجومهم، اجوا على الاردن لعبوا ب 17 الشهر صحيح 17 قبل ما يروحوا على قطر. تخيلوا انه في ديماند عالي، في طلب عالي على حضور هذه المباراة. بدنا نشوف، بس ما عندناش ملعب، بس عندنا سعه الاستاد 17000 بس. 17000 بالمقابل، يعني قديش تجيب لك ارباح بالمقابل؟ استاد البصره جذع النخله معدل سعر التذكره 20 دولار، سعته 60000 وهو فل. واو. 20000 ضرب 20 دولار ضرب 60000 ضرب 60000 قديش؟ اضرب مليون. مليون و200. مليون و200 هاي مباراة واحدة. فانت عظم الاستاد، اهم شيء يكون في عندك. لسه ما حكيناش على سكاي بوكسز، لسه ما حكينا على سكاي بوكسز. على الاليت هذا لسه ما حكينا. اوكي. ولا على الفي فعليا ولا على هذا من احد المحددات في انك تحسب الانتربرايز فاليو، عشان يجي مستثمر بقول لك عندك استاد، ببلش اطلع على هاي قديش الدخل، وبمسكوا اخر 10 سنوات وبشوفوا كيف في جروث، في نمو. صحيح. ولا في ديكلاين والى اخره، بيعطيهم تصور للمستقبل والوضع الحالي. بس كوتش، متذكر بنقاشنا كنا حاكيين في بنيه تحتيه، في لاعبين، في مشجعين، وفي النظام الحوكم اللي هو بيحكم. طب ايش النقص عندنا؟ يعني ليه ما احنا عندنا لاعبين وعندنا محترفين وعندنا مشجعين؟ مدام عم تحكي الديماند كان عالي وفي عندنا كمسمى هيك الاتحاد، طب شو عم بيصير؟ ليه ما عم بكم يعني ليه ما عم تكمل البروسيس معنا؟ طيب احنا البروسيس لسه صعب ينعمل، الملعب كثير صعب ينعمل. بده يعني استثمار. اتوقع برايفت، يعني برايفت سيكتور بيطلع. شوفي برايفت سيكتور اللي هو القطاع الخاص هو اللي بيبني الاستادات، وهذه الاستادات الموجوده في انجلترا القديمه. يعني نيوكاسل يونايتد هذا من 1890 هذا الاستاد موجود. هلا المستثمرين اللي بيجوا على سبيل المثال، وبدي احكي انا تجربه اردنيه على فكره لاستثمار في الدوري الانجليزي، مش البريمير ليج، على درجه ليج 1 هلا. اوكي، اللي هو بريستل روفرز، مستثمر أردني من عائلة القاضي لبنك الاستثماري، وهو بالمناسبة كان عضو مجلس إدارة اتحاد القدم وأنا اشتغلت معه، وأستاذ عمر لوزي كمان اشتغل معه، وأستاذ ربا زوجتي مرحبا عشان تسوي لنا أكل بالليل. أوكي. بريستل روفرز هو حابب كرة القدم، دور على أندية إسبانية، بس ما بده
بالعلالي، بدوش هالمبالغ اللي بالمليارات، بده يأسس بده الفرق، بده يأسس ملايين. حلو. بده الملايين، بس ايش بسموه، بدي اخده ناشئ. وشوي بده مساعدة. حلو. يعني نتائجه مش ولا بد على سبيل المثال، وفي له بوتنشل، يعني له فرصة. حلو. انه يعلى. حكوله على كم نادي في اسبانيا، وبعدين حكوله على نادي بريستل روفرز، راح قعد معهم فعليا، اشتروا النادي حصص 93% بقيمة 32 مليون. 32 مليون بالنسبة لهم، طب وين الاستثمار؟ بشو؟ لما راحوا النادي يمثل منطقة بريستل، في ولاء كبير. كيف نحكي نادي الرمثة بالرمثة، اللي لما فازوا بالدوري كل الرمثة طلعت، هدول نفس الشيء. ففي مقومات نجاح لأنه في ولاء عند الجمهور وعند الناس بيحبوا ناديهم. هذا واحد. استادهم بده زيادة في العدد المقاعد، فبدهم يزيدوا، يعني جزء من الاستثمار اني انا بدي ازيد هذه السعة. ثلاثة، هو بعده بريمير ليج، هي هون ثاني بطولة اسمها تشامبيونشيب، بعدين في عندك ليج 1، بعدين في عندك ليج 2. كان بالليج 2 اللي بيجيب بالمراكز الاولى بيطلع، بيعملوا له بروموشن على الليج 1، بعدين من الليج 1 تقعد لك شوي تنافس. اذا طلعت على البريمير ليج يا وش السعد، شو معنات تكون نادي بالبريمير ليج؟ بدي اعتبرك، شو الاسم الكريم؟ ولاء. ولاء، اهلا وسهلا. بدي اعتبرك انت نادي ولاء، نعمل لك بروموشن للبريمير ليج. طوالي بيجيك حدا من الاتحاد الانجليزي او الرابطة البريمير ليج بيقول لك مبروك ولاء، يعطيك العافيه، تفضلي 80 مليون. هي اول وحده، بس على المسمى. هي اول وحده. وفي لك كل مباراه على ارضك على ملعبك بدنا نعطيكي 1,100,000 على كل مباراه على ارضك، لانه راح ابثها تلفزيونيا. فبدك تلعبي تقريبا على ارضك 29 مباراه ما بين دوري وكاس، وكاس لانه في كاس الاتحاد الانجليزي وكاس. فبدنا نضرب 1.1 ضرب 29 او ضرب 26 او ضرب 25 حسب عدد المباريات على ارضك. لهون تمام؟ مبسوطه؟ مبسوطه يا ولاء. احنا بس بدنا الاول الرقم. تمام. مش بس هيك، اذا بتجيبي مركز اول بدنا نعطيكي 2 point something، ما نعتبر 2.5 ضرب عدد الانديه اللي في البريمير ليج 20. اضربي جائزتك 2.5 ضرب 20 لانك جبتي رقم واحد. الكوتش الاصفار خلصت يعني، فاحنا بنحكي عن بخانات خلصت. أوكي. صحيح. هلا هون الصناعه، بس عشان اتاكد كوتش، مين بيدفع هالمصاري؟ النادي، الاتحاد؟ لا، البريمير ليج باع الحقوق التلفزيونيه وبدي اعطي حق لكل واحد على ارضه. حلو. تمام. بس هي لما في مباراه على ارضها قاعده عم بتبيع تيكتس وقاعده عم بتبيع فود اند بفرج، اصلا جاي دخل. بالضبط. اوكي. هلا لما كانت في الليج 1 بعدين طلعت للشامبيونشيب بعدين راحت زي بريستل روفرز للبريمير ليج واخذتها 80 مليون، شو صار بالانتربرايز فاليو اللي كنا نحكي عنها؟ دبل تريبل. بدل ما كان ناديها بيسوى 300 مليون، الان اصبح يسوى مينيموم 900، يمكن مليار. خلص مليار وشوي. واو. اوكي. واو. ببلشوا هيك. طب مين اللي بحسب لها الحكي هذا؟ في شركات تخصصها اللي هم التوب 3 في العالم، مش توب 5، توب 3، كي بي ام جي، دبليو بي دبليو سي، وفي ديلويت. هاي كلياتها افتحوا على جوجل، شوفوا ديلويت الفوتبول بنش مارك، ادخلوا على الستاتيستا، بتشوفوا ارقام بصراحه بتحلق. هلا مؤخرا نادي مانشستر يونايتد، عائله امريكيه، غريزلز غليزر، لعلي هاي شوي خلال الفتره الماضيه صار عليها طخ انه ما بدهم اياهم، يعني الجماهير غيروا اللعيبه، غيروا اللعيبه، جيبوا اللعيبه لانه بدهم يوصلوا تشامبيونز ليج ومش عارفين، وعم بيخسروا ونتائجهم مش كويسه. لما كان كريستيانو موجود معهم كان هذا من الحكي من سنه تقريبا. الان لانه هم العائله جايين استثمار، يعني ما عندهم البعد الرياضي او الرؤية، اتصال مباشر مع الجماهير، ما عندهم مش هالرغبة. هم عبارة عن مليونيرية، ناس عندها المصاري وبدها تعمل انفستمنت، بيوم من الأيام هالانفستمنت اللي حطيناه بدنا نحط فوقيه
مليار زيادة ونبيعه. تسعير بال 2022 للمانشستر يونايتد تقريبا 3.4 مليار. هلا اجى من 10 ايام اللي هو مستثمر انجليزي مخلص. انا نفلته، بدي اعرف مين هو، لازم بدي اعرف شو دارس، كمبيوتر ولا شو؟ طلع دارس هندسة كيماوية. حلو. وبيشتغل في مجال الاويل وبيكره الاعلام وما بيطلع على الاعلام. هو من التوب 30 من اغنياء بريطانيا. واو. زلمة بدخل في استثمارات بالعقل، كان مع البريتش بتروليوم وصار يشتري الأماكن اللي بيعملوا فيها تكرير البترول، اللي هي بأماكن بالنرويج وهيك، يشتري الموقع ويشغله ويبيع لبريتش بتروليوم، سوى ثروة كبيرة. فالزلمة صار يروح على مرسيدس، سباقات مرسيدس، يروح يعمل، اشترى نادي نيس الفرنسي، وهلأ مستعد يدفع 4 مليار و200 مليون عشان يحصل على المان يونايتد. هاي خطة التقاعد شكلها. خطة التقاعد. صحيح. ففعليا احنا عم نشوف المليارات عم تسوى، بس الاساس هو الانتربرايز فاليو. حلو. طيب شو في مؤشر كمان لتقييم النادي؟ حكينا اللاعبين، يمكن اللاعبين. مين اللاعبين الموجودين؟ لعيبة بياعة، يعني بياعة عالميا ولا لا؟ لازم نجيب نجوم، بدنا نجوم كبار الناس تيجي تشوفه زي كريستيانو. السعودية فعلا دفعت آخر فترة. تمام. إذا نوعية اللاعبين زائد البوتنشال، يعني فعليا فرصة الفريق بهؤلاء اللاعبين إنه يحصل على بطولة أو مراكز متقدمة اللي هي الأربع الأوائل، عشان أكون حققت مقعد في الشامبيونز ليج، البطولة الإليت، لأنه رح يجيني بلاوي من وراها أنا. حلو. اللي ال 15 مليون. حلو. حطت رجل إلى آخره. طيب كابتن، بتشوف قطر دخلت هذا الخط ككونسبت إنها تبدأ تفكر بالبطولات وبالأندية وهل فتحت لنا قطر الباب للدول العربية إنه نبدأ نفكر بهذه الطريقة ولا لا؟ يعني هل ما بعد الكأس العالم في إشي مفتوح؟ شوف، في أمل يعني. قطر من سنة 2006 لغاية الآن نظمت أكثر من تقريبا 7500 بطولة. حلو. عالمية. عالمية. سواء في التنس، في كرة القدم، بكل الرياضات. 7500 بمعنى أعطت مؤشر كبير على قدرة الدول العربية على تنظيم وجلب البطولات العالمية والنهائيات. تنس من البحرين على سبيل المثال، الفورمولا 1 موجود فيها إحدى المسابقات، وإنها تستضيف كمان معسكرات. أيضا بدك تعرفوا إنه العالم كله بعد ما خلص من أوروبا، يعني خلصوا مشجعينهم، خلص بدهم صاروا يستقطبوا سوق جديد. سوق جديد. صحيح. السوق الجديد وين؟ بالفار إيست والميدل إيست، لأنه شافوا الأموال موجودة للمستثمرين في الميدل إيست، في الدول اللي عندها النفطية خاصة، والمشجعين موجودين، قطر والمشجعين موجودين. لذلك صاروا يفتحوا أكاديميات، يعني سمعتوا عن أكاديميات مثلا ريال مدريد، برشلونة إلى آخره، عم تفتح في الكويت والأردن، يعني في لها معايير محددة. لكن هاي الأكاديميات بلشت تنتشر في العالم. طيب إذا بدنا نحكي إحنا عن اللعيبة اللي هي منجم الذهب بالأساس، اللي هو باعتبار الانتربرايز فاليو بتنحسب فيها. طب ما في أكاديميات أو أندية ركزت في استثمارها على الأكاديميات للصغار، إنه أنا بدي أنشأ، أدور على الموهوبين اللاعبين في كل دول العالم، أجيبهم عندي، أدربهم بطريقتي، وبعدين أبيعهم للأندية الكبيرة. اللي هو مبدأ صناعة النجوم. صناعة النجوم. موناكو، سبورتينج لشبونة، أياكس، أكاديمية برشلونة لاماسيا، أكاديمية ريال مدريد، أكاديمية تشالكا، سانتوس، 80 فرع في العالم موجودين. هاي الأكاديميات، يعني بقرأ عن سبورتينج لشبونة، خلال العشر سنوات الأخيرة حققوا مليار دولار مبيعات من لاعبينهم، إنهم بيعطوا الأندية، بيعطوا الأندية الثانية، لأنه الأندية الثانية الكبيرة اللي بدها تحقق شامبيونز ليج بدهم لاعبين جاهزين للعب في الدوريات الكبرى. هدول بياخدوهم من هم وصغار، بيعملوا سكاوتينج في دول كل دول العالم، في أمريكا الجنوبية، أرجنتين، برازيل، باراغواي، أوروغواي، وبالدول الإفريقية،
وبينشرهم بيعلموهم بعدين بينتشروا. في قصص كثيرة يعني عندي أسماء كثيرة بس يعني جزء الوقت ما يسمح لذكرهم. طب بس كنت عشان نوضح، النادي بيرجع بيستفيد من هذا اللاعب بس يكبر، هو بياخد برسنتج. متذكر لما حكينا لما نادي يبيع لاعب لنادي تاني أو يروح لنادي تاني، مثلا ما كنت أعرف إنه حتى الدولة اللي مقيم فيها اللاعب تاخد اللي هي الضريبة أو النسبة. طيب. يعني يا ريت تشرح لنا هيك. طيب. هلا تجارة فعليا. هلا إذا بدنا نحكي إنه فعليا خلينا ناخذ البريمير ليج ولاليغا إسبانيا وإنجلترا، طب هذا كله الدولة إلها شيء بيجيها؟ طبعا نظام الضريبة الموجود فيها عالي، وحتى في بعض اللعيبة هربوا من إسبانيا بسبب التاكسز العالية على اللاعبين، منهم ميسي بيقول لك لأنه كل ما يدخل عليه إشي بتلحقه الحكومة الإسبانية في الضريبة. قد ايه بالله برسنتج تقريبا؟ 15 20. إنجلترا 15 إيطاليا تقريبا 42. طيب قديش مداخيل الحكومة من اللاعبين؟ من اللاعبين إيرادات التاكس 4 مليار. أوف. إسبانيا إسبانيا بإنجلترا 4.8. هذا الدايركت تاكسز. بدنا نحذف هذا المقطع. طيب الحكومة. هلا طيب هسا بدي أحكي شغلة كمان. طب هل بيأثر على اقتصاد الدولة؟ حلو. نعم طبعا. إسبانيا كل يورو بنحط في كرة القدم يعادله 4 يورو بروح للدولة. واو. بمعنى 1 to 4، 1 to 4 بنعكس على اقتصاد الدولة. طيب هل عم بيشغلوا ناس؟ نعم طبعا بيشغلوا قرابة 185,000 بني آدم يتقاضون رواتب. هذا بسموه التأثير على الناتج القومي المحلي الجي دي بي. طب قديش نسبة تأثير كرة القدم في إسبانيا اللي هو لاليغا على الاقتصاد الإسباني؟ يعني بيدخل في الناتج القومي المحلي. نعم 1 يؤثر ب1.37، 1.37% من الناتج القومي المحلي. يعني الدولة بيجيها إيراد 4 مليار وشوي، هي تشكل 1.37% من اقتصاد إسبانيا. مصلحتها أصلاً إسبانيا ضر ريال مدريد وبرشلونة الواجهة تبعتهم، بس تفوت على مطار مدريد خلص. بتشوف صور كانت ميسي ولا لا، بهمهم كرة القدم لأنها بياع. تمام. طب نيجي للتشريعات. حلو. التشريعات الناظمة في الدول هل بتساعد لدخول المستثمر؟ في بعض الدول نعم، في بعض الدول لا. نحكي مثلاً على سبيل المثال بألمانيا. ألمانيا لا تسمح بأن يكون غير الألماني مستثمر في الأندية الألمانية بنسبة تزيد عن 50%. عشان يضل النادي باسمهم. عشان النادي يضل باسمهم. تعال استثمر. وفي على فكرة في أردني اللي هو ميونخ 1886 على فكرة مستثمر أردني. عبد الله سميك أو حسن سميك. بس ما بيقدر، ما بياخذ ولا قرار. ما بيقدر يتحكم بأي لا قرار لا ادخل مستثمر. تأخذ أرباحك. حلو. مستثمر بحصة معينة. نعم. تحت 50%. هو تحت 50. هلا نروح لأندية إيطاليا مثلاً وإسبانيا وإلى آخره. لا مسموح، ولكن حتى هلا بدي أحكي لكم عن نادي نيوكاسل يونايتد على سبيل المثال. لمين هو؟ صندوق الاستثمار السعودي. مين وراء؟ محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان. شيكوا عليه، أخروه لأعطوه الأبروفل إنه أو الموافقة على تملك النادي، تملكه ب 415. السبب في ذلك خايفين تدخل دولة المملكة العربية السعودية. 1 2 هل تعرف الإدارة الرياضية؟ بدهم يضمنوا يضل نجاح النادي طبعاً مستدام. طبعا في قوانين في جميل حوكمة جميلة في الدول لضمان إنه هذا النادي يدار رياضياً بالشكل الصحيح وما في تدخلات سياسية، اللي هو هذا اللي بيخافوا منه. لذلك الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين أندية عندها جماهير كبيرة، عندها على السوشيال ميديا أقل واحد فيهم 200 مليون وطالع عبر المنصات كاملة، منهم ريال مدريد على سبيل المثال 286 مليون فولوور. طبعاً كريستيانو رونالدو عنده الضعف لحاله.
اوكي. هلا كل هذا الشيء هاي بابيولاريتي برضو ايضا في موضوع الربحيه هاي مهمه انه النادي بربح ولا لا، بمعنى نسبه ايراداتك لمصروفاتك. هلا بدي احكي لكم ارقام راح تصدمكم. قديش انتوا حجم الرواتب الشهريه هون؟ لا مش انا، انا باخذ ولا قرش. طيب لا 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 تشوف بس. اوكي اللي هي حجم الرواتب للاعبين والعاملين يجب ان لا تزيد عن 60% من اجمالي الايرادات. حلو. خلال اخر 3 سنوات. وهلا طلعوا الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الدولي قوانين جديده ابتداء من 2023 2024. شو معناته؟ انا عندي 100 مليون، مش اروح ما بيصير اعطي منهم رواتب 80 مليون رواتب لاعبين. طب ال 20 مليون شو اسوي فيهم؟ شو الحق اسوي فيهم؟ في عندي مصاريف، في عندي تطوير، في عندي الاخره. هذا لانه بكورونا كانت الخطه ناجحه، لكن بكورونا فشلت كل الانديه وقعت باستثناء 4 انديه اللي كانت معتمدة على مدخولات أخرى غير النادي والمباريات اللي يتابع على النادي. هاي المدخول منهم نادي بايرن ميونخ بسبب قوانينه. هلا رجعوا مرة تانية انتعشوا مؤخرا ورجعت الأرباح مثل الأول. لكن نتطلع على سبيل المثال، أنا بعطيكم أرقام بس هيك، أنا جبت لثلاث أندية. نادي ريال مدريد ونادي هدول التوب 3 حلو باوروبا اللي هم الانتربرايز فاليو تبعهم. ريال مدريد 3 مليار و184. هلا اللي بده يبيعه فرضا اذا في حدا بده يشتري ويجي يبيع راح يطلبوا اكثر بكثير. ريال مدريد عنده 279 مليون فولوور. ريال مدريد رواتب لاعبينه السنوية 815 مليون. واو. مين معه موبايله؟ Oh my God. مين معه موبايل؟ والله لو سمحت افتح الكالكوليتر. أوكي. بدي أعطيك أنا الآن رواتب أسبوعية لمانشستر سيتي. أوكي. مانشستر سيتي 400 ألف أسبوعي، أضرب ليهم في 12. أسبوعي 4 ملايين و800. طيب معدل هذا 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 راتب كيفين دي بروين بأربعة ب12. هلا جايك. هذا راتب لاعب واحد أسبوعي اللي هو كيفين دي بروين بمانشستر سيتي أسبوعي. بارح على الحد الأدنى. الباقي أقل منه. الباقي أقل منه في إشي 350، إشي 250 حسب اللاعب، حسب المستوى يعني. والمستوى المعدل اللي هو متوسط الرواتب الأسبوعية 156 ألف. هلأ 156 ألف أسبوعي أضرب لي إياهم ب52 اللي هو 52 أسبوع. تمام. تمام. هاي الفاتورة الأسبوعية معدل عفوا هذا السنوية. سنوية 8 ملايين. خذ لي 156 ألف أضربهم ب 24 لاعب. ليش 30؟ ب 24 لاعب. هذا كل أسبوع. هذا كل أسبوع. يعني هاي فاتورة تخيل الفاتورة الأسبوعية لنادي مانشستر سيتي بس رواتب لعيبة 3 مليون بس بيقدر يطلعهم؟ نعم طبعاً. لأنه عنده مباراة على أرضه وبيجيها 60 ألف متفرج وبيبيع 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 وبيبيع، بيطلع آخر السنة دافع خلينا نحكي 750 مليون وإجاه 800 مليون على سبيل المثال وربحان له 40 مليون أو 20 مليون أو 30 مليون. الإكسبنسز عالية والمصاريف عالية. هذا بيحدد حصة الأسهم في النادي. جميل. هذا الـ EV، هذا الـ Enterprise Value. هلأ نسوني من أوروبا لأنه ملايين بتوجع الرأس والمليارات بتوجع الرأس. بطلنا نقدر نعد صراحة خانات. خلينا هاي خلينا نحكي شوي بالأردن. أوكي. شوي. إحنا مبارح على أنه الحد الأدنى 271 دينار الرواتب. طيب بدي أسأل، أنا بدي أسأل سؤال جد. أنا هاي على فكرة راح يكون موضوع حلقة
عبر الكابتن نصها بتحكي عن الانتربرايز فاليو كيف بيعملوا برا. النص الثاني بدي استضيف اصحاب الشان المتخصصين يحكوا ولو نحقق جزء من التحول، انه كيف ممكن احنا بدنا نلحق هذا الركب بس يعني بدنا نحط ما بدنا 800 سودوس. مليون ما بدنا 512 الف اللي كانت شو المطلوب جميل. وكل جهه شو مطلوب منها. حلو، انا بدي اسال بدي اشارك هلا المحامين اخواننا استاذ عمر، برايك احنا بحاجه لتشريعات؟ طبعا اكيد حاجه، اهم شيء القانون الرياضي، حاجه للقانون الرياضي كان كل اللي عنده تعليمات تنظم بطولات فقط. يعني بتوقع انه شيء فردي اكثر من انه شيء منظم كخطه سنويه استراتيجيه، يعني خلص كل يعني فتره يعني على سبيل المثال تشريع يتيح دخول مستثمر. يعني انا على سبيل المثال معي 100,000 مش عارف شو بدي اسوي فيهم، جبالي اشتري حصه في النادي الفيصلي فرضا، او بدي انفض الملعب، بدي انفض الملعب. لا لا مش مقيم، ما في مجال انه هي عامله شروط، تعرف كيف هي يملك النادي انه كل ما كنت الهيئه العامه عندها تجهيزات، عندها الهيئات العامه عندها مسموح لهيئه عامه معينه بشروط معينه، حتى انا اقدر اصير رئيس نادي او عضو كادر. نعم. طب لو ما بدي املك فردية جميل فردية. طب لو حدا او قطاع خاص او شركات قررت تنفض الملعب تعملوا استثمار كامل جديده، صار انه الانديه ممكن تكون لشركه بس لسه يعني لسه نقول ما طبقت تطبيق كامل الشباب اللي بتشارك. نعم، لكن انا كان رايي انه قانون الاستثمار الجديد كان ممكن يكون في بند او في فصل طيب انا حاب اخذ من استاذ روبا ان حطيتي تحت الامر لا 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 هم مشاكل. طيب تمام هلا من شرحنا الان شفنا البيئه الخصبه للاعبين في الانتقال والروحه والجيه، عندنا في الاردن مشاكل كثيره بالنسبه للاعبين، سبب هاي المشاكل برايك لانه عم بطلبوا مصاري ومش موجودين اصلا في ميزانياتهم، حتى في لاعبين لسه كثير بدهم مصاري من الانديه. اسمع رايك القانوني بهذا الموضوع. اه القانوني هو احنا عندنا يعني الثقافه الرياضيه نوعا ما معدومه حتى عند لعيبنا حتى عند انديتنا، نحن بنتعامل بمبدا الفزعه. يعني النادي بيجيب اللعيبه بتعاقد معهم وبهموهم، يلا النادي بيراهن على اسمه وبتصير بعدين تروحوا على بعضين. حتى التعليمات اللي انت عم تحكي عنها ما بتلبي المتطلبات اللي احنا بدنا اياها، احنا بنطلع عليها قانونيا، يعني اشكاليه بين نادي وبين لاعب، احنا بعدنا بنشتغل على اي بي سي، حتى التعليمات اللي بتنظم اللعبه يعني لسه حاصله بدها شوي شغل وبدها تنظيم. وهل هي معلمة عمر برضه بخصوص الاستثمار الرياضي حتى انا برايي حتى الانديه اللي بتصير شركات حتى المفروض قانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون التجاره يكون في لها تعامل نوعا ما خاص، يعني لازم تكون لها طبيعه خاصه. ما بظن انا عندي شركه اللي بتملك نادي اذا بتتعامل زي شركه بتبيع مثلا او بتتعامل او بتتاج بالبترول او بالقهوه او بالمنتجات الغذائيه، يعني لازم يكون امتيازات خاصه تنعطى نهاية. عندك انت بتتاجر في بنية تحتية، بتتاجر في كفاءات إنسانية رياضية، بتتاجر في أموال تستثمر في الناس، انت بتستثمر في ناس تكبرهم بعدين برجع لك. نعم بلد كامل. نعم هاي مش زينة التجارة، حتى تختار التجارة مفروض تكون في نعم. طب وين دور اتحاد كرة القدم؟ يعني وين ايش الربط هلا؟ صفة شو دور اتحاد كرة القدم؟ اتحاد كرة القدم احنا بنقدم مقترحات، يعني احنا هيئة اتحاد كرة القدم تعريفه هيئة أهلية ذات طابع ترابطي، بمعنى ليست ولا قرارات. لا مش جهة
ما في جهد. يعني هذا رسالة مش شركة. بصفة احنا مش جهة حكومية ولا قطاع حكومي. احنا نقدم اقتراحات، نعمل اجتماعات من نقدم مقترح قانون. بس قدي انت طبعا مين صفى القرار؟ اذا هذا تابع لوزارة الشباب. نعم. شوف بدي اضيف انا استاذ ربا شغله، هلا زي ما حكينا عن اسبانيا لانه صار في دخل 4 مليار تاكس، انا ما بدي استغني عن هدول 4 مليار، يعني قديش 4000 مليون، مش رقم سهل ينحكى فيه. يعني احنا بالاردن كلها نعرف احنا هاي 4 مليار مبلغ للدوله، بتاثر على الدوله، ايرادات ضريبه من كل رواتبنا اللي بتيجي سنويا للدوله. يعني انا لما اسمع هالحكي بكره بطلع احنا هل في إيمان إنه الرياضة إذا تحولت تدريجياً إلى الاحتراف ممكن تكون مستقبلاً تدخل إيرادات إذا سوينا بيئة رياضية استثمارية؟ نعم ممكن، بس بدها فيجن وإرادة وبدها وقت. شو يعني إرادة؟ إرادة يعني بدها تكون the good will، منظومة متكاملة، الدولة صحيح تريد أن يكون الرياضة وجه من أوجه الاستثمار فيها، زيها زي السياحة زي الصناعة زي الزراعة زي عشان نوصل، لأنه حرام في عنا لعيبة، المنجم الذهب موجود عنا اللي هو اللعيبة. روح على الرمثة بتحداكم، اللي بيطلع من بطن أمه بيلعب كرة قدم، هدول المفروض كلهم بأوروبا يكونوا موجودين. وعنا أمثلة، عنا أمثلة كثيرة. موسى الثعمري راح على نادي قبرصي ب 350 ألف على ما أعتقد، نادي أخذ العمولة، الرئيس النادي القبرصي أبويل القبرصي باعه لنادي بلجيكي أوكي وقبض عليه، ونادي شباب الأردن أخذ له 10%. إضافة لذلك الآن موسى الثعمري عم بيجي عرض من نانت الفرنسي، من باناثينايكوس اليوناني، ومن نادي تركي. تخيلوا نشوف لاعب أردني بنادي الفرنسي، يعني راح يلعب ضد ميسي بباريس سان جيرمان، لا معناته في فرصة للاعبنا، في فرصة ليش لا. طب كابتن بصير أبني على اللي حكيته قبل شوي، حكينا على صناعة النجوم، هون بيجيني سؤالين. اللاعبين اللي عندنا ضمن الإمكانيات الموجودة، هل عن جد عم بيطلع لهم هاي الفرصة إنهم يقدروا يفكروا بهاي الأندية، أو عن جد يحلموا إنهم يوصلوها؟ والسؤال الثاني، لما حكينا على صناعة النجوم وأنت أب هلا وعندك أولاد، يعني في منا معنا حضور برضو عندهم أولادهم بيفكروا بهذا الكارير، هل عن جد بيقدر الأب أو الأم تبني طفل من أول يوم تقدر توصله لهاي الرؤية اللي إحنا بنحكي عنها، لاعب دولي محترف؟ هل بيقدر بالدولة هاي بالإمكانيات هاي؟ ممكن. في هلا خلال الفترة الأخيرة بلش يظهر مفهوم الأكاديميات الرياضية المتخصصة اللي متطلعين على الأندية الأوروبية. جميل. وبيطلعوا بيشاركوا بأندية أوروبية ويستثمروا في المواهب الصغيرة، وهي الأكاديميات قلة قليلة، لكن هلأ تفتحوا أكثر. إحنا بحاجة إنه يكون في كشافين موجودين عندنا في الأردن وعندهم الثقافة، عندهم الثقافة والمعرفة. صحيح. القانونية بتعليم الوكلاء اللاعبين، مش بس بدي أربح أنا من وراء لاعب صغير، لا، إحنا بدنا نبني إنه نمسك لاعبتنا نوديهم، نكون دربالنا على دراستهم، إضافة نوديهم للطريق الصحيح ونكون مربطين مع أندية في أوروبا. هلأ مش أول ضربة على الأندية الخمسة الكبرى، لا، موسى الثعمري أصلا الأندية، ليش السيتي جروب عملت هاي؟ السيتي جروب عملت لأنه بدها تشوف من اللعيبة اللي في الأندية هاي موجودة يصلح أنه يلعب في المان سيتي. المان سيتي آخر محطة إلك، عشان تلعب معنا لازم تكون قد حالك، لاعب في أكثر من دوري، واللي بيخلص من عنا الريتايرمنت تبعك منوديك على نيويورك سيتي بأمريكا. عشان هيك بتشوفوا معظم اللعيبة بيروحوا في فترة التقاعد تقريبا، بس يخلص خلص أعطى اللي عنده وكبر بالسن، بيروح سنتين على أمريكا عشان لسه شهرته موجودة، عشان يستم زي زلاتان إبراهيموفيتش راح على نادي سيت اسمه جالاكسي، إلى جالاكسي. والله ما شاء الله المتابعين. yes. هلا ليش؟ لانه بدهم يشهروا كره القدم في امريكا، لانها مش اللعبه الشعبيه الاولى. في الان بي اي وفي الان اف ال وبلا بلا بلا. وهلا صرت اهل ينتبهوا اكثر يمكن باستخدام السوشيال ميديا، يعني يمكن شفنا اكثر من طفل لانه اهلهم ضلوا ينشروا عنهم كيف بيلعبوا كيف بيعملوا. فعلا في انديه بلشت تستقطب اطفال باستخدام السوشيال ميديا، ويعني
عن جد إشي كثير رهيب صراحة إنه خلص الأب والأم يقرروا ياخذوا هذا القرار. طيب كابتن بدي أسألك هيك سؤال، يعني من تجربتك الشخصية وأنت لعبت على الأراضي وبالمنتخب وبالنادي، بحب أسمع تجربتك، شو أكتر إشي هيك لما تتذكر إنه عن جد إشي حبيته ولسه بتحبه بتقول يعني لو بضل ألعب لأنه مثلا كذا، وليه أخذ قرار الاعتزال؟ يعني بحب نسمع منك تجربتك. يعني أحلى إشي صار بحياتي إن كنت لاعب كرة قدم. حلو. صدقاً يعني، وقرار اعتزالي أنا قعدت مكتئب سنتين. مجبر أخاك لبطل، لأني موظف بنك عم بتعامل مع اللعبة باحتراف ومش سهلة علي لأنه ما عم بتقدم وظيفياً. فماسك العصاية من النص، أكمل بنك وأنا محترف. بالمناسبة أنا احترفت في البحرين سنة ونص، رحت. اللي احترفته في البحرين اللي طلعته عن 15 سنة في الأردن. واو. سنة ونص، 10 أضعاف. قدرت أشتري سيارة وقدرت أتجوز وقدرت وقدرت وقدرت، بس هم سنة ونص بس صار معي إصابة وكان لازم مفروض أرجع. كنت أخذ بهذاك الوقت يعني بتذكر 4000 دولار، كنت أحس حالي غني. بالبحرين هذا عام 2000، هذا رجعت على راتب البنك تبع ال 550 دينار. سؤال فني، راتب الفيصلي قديش كان؟ قديش كان راتب الفيصلي؟ هو راتب يعني لا 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 ما كان، انا راتبي كان بالفيصلي 250 دينار. خلصت راتب حد الادنى كان وقتها للاجور. لا في كلام يعني، بس كابتن زيح النقاط. هلا بتحلكم متى؟ اواخر لعبي، أواخر لعبه لعبي. يعني هو بلش بمية وإشي. بالمناسبة سألتيني شغلة، أنا كان حلمي ألعب في نادي أوروبي. حلو. وكنت على وشك ألعب في نادي LA Galaxy. صح اللي إميجريشن هجرة، أنا بحب الأردن كثير، حتى الإميجريشن هلأ البطاقة خالصة وضايعة من زمان ما رجعت، ما بدي إياها. أوكي أنا بحب البلد، كان مفروض تطلع لي بس ما زبطت. أحلى إشي صار عندي إنه هل ممكن أكون أفضل لاعب آسيوي؟ طموحي أنا هيك، أو ألعب بنادي أوروبي أو أكون أفضل لاعب عربي. سويتها. حلو ما شاء الله. بال97. حلو. وأنا مصاب، لعبنا بطولة وفي المغرب وبعرفش من رب العباد. حطيت كل جهدي وحصلت على جائزة أفضل لاعب عربي في تلك البطولة، بطولة النخبة. الأهلي المصري كان فيها، أولمبي خريب كان في متابعين هون، في جمهور هون، رجاء البيضاوي. هلا هاي جد، لأنه مين كان موجود؟ جلالة الملك عبد الله كان وقتها أمير، كان رئيس اتحاد كرة القدم، وهو اللي توجني بالجائزة. أنا تفاجأت لما حكوا مهند بحاقين أفضل لاعب. أنا بالنسبة لي هيك بس بلمت يعني، إنه حدا يضربني إنه أنا مدافع يعني، بالعادة مهاجمين. وفي ناس بصراحة بدعوا، أبو عابد كان وقتها مبدع ما شاء الله إلى آخره، فهاي من رب العباد. طب كابتن يعني، في حدا من الأولاد ماشي على الطريق ولا أولاد؟ ولد. وأنا مش عارفة بالضبط، فيعني في أمل ماشي على الطريق ولا؟ والله أنا شوفي أحكي لك شغلة من تجربتي، ولا تركته على راحته؟ أنا بتركه على راحته، علي بس ما عنده أوديه على الرياضة. لا عنده، عنده هذا السؤال. في عنده هوس بس بحب الموسيقى كثير. فبينه وبين بالبيانو. حلو ما شاء الله، شطور. انا علي ودي قدم سله وهيك، حتى ما بحكي له بصراحه، انا هيك مربي ابني يعني، مش بقول له عشان ابوك فيصلي يشجع فيصلي، انا تاركه لحاله، بخليه يتصور مع مرشفية، بخليه يتصور مع لعيبه من هون ومن هون. تنصحه انت بتوجهه؟ لا انا علي اترك له الخيار. حلو. زي ما هو، ما انا اكره التعصب حتى بعدين يعني بفيصلي. الاب والام في المجال نفسه، فانتوا يعني يس. العائله لا بعدين خطره اي شيء قانوني ارتكل. بحسب طيب. الماده رقم كذا. يمنع عندك الاكل. عندك ايش بتحب تضيفه؟ بعدين عشان اترك المايك اذا في معلومه. انا بالنسبه لي يعني في مواضيع كثيره، انا اذا مسكت المايك ما بتركه. احنا صراحه لما حضرنا حسينا انه بدنا كثير، بس قلنا يعني احنا بكفي كم مليون اللي حكيناه. ايوه في معلومات كثيره يعني تتعلق باللاعبين و و و و حتى انا بعرف كوتش مثلا يعني، كنت حابه ممكن نسلط ضوء على رياضات ثانيه يعني، كنا نناقش حكولي كمان كرة السلة فيها إحصائيات كمان وتحليل لكل لاعب وكم رمية ونوع الرمية ونوع الضربة وكم ضربة طلع. شوفي هاي بفضل تستضيفه مثلا
حدا متخصص سله راح يعطيكي كيف اللي بيحللوا بالرياضه وبيشتغلوا فيها. طبعاً. بس شوف كيف ان كل رياضه صار فيها هذا الشغل نفسه. هلا في موضوع كمان مهم، طب كيف بتسعر اللاعب؟ جميل، بناء على شو؟ بناء انا سعري 70,000 وهذاك سعره 350,000. اولا بياخذوا عمر اللاعب، في بسموهم باراميترز، اشياء رئيسيه بصير اكس واي زد. اول شيء عمرك، صغير كبير بفرق بالسعر. اثنين الاداء تبعك، يعني في كشافين وفي ناس تخصصهم جميل. محللين اداء، ادائك خلال المباريات، الريتنج تبعك في كل مباراه. ثلاثه باي دوري بتلعب، بتلعب بالدوري الماليزي ولا بتلعب بالدوري الاردني ولا بالدوري الاسباني، كمان بفرق سعرك. بتنصاب ولا تنصاب؟ قديش معدل الاصابات؟ حلو. اوكي، مركز لعبك، اكم من هدف سجلت، اكم من اسيست، واذا كنت مدافع قديش بتقطع، قديش نسبه الباسنج، هذا كله احصائيات. جميل. وبعد الفرق للانديه الكبيره في عندها فريق فني، مدير الرياضي مثلا زي نيدفيد اللي استقالوا بيوفنتوس، مالديني، في عندهم ناس كشافين، هدول اللي بحكي له مالديني مدير الرياضي لاي سي ميلان، انا او المدرب بده ظهير يمين وبده لاعب وسط ارتكاز، دوروا لنا، بروحوا بلفوا مباشره، بسووا تشيك ليست، ومن التشيك ليست هاي بيعملوا شورت ليست، يعني قائمه مصغره، ما بيعتمدوا على الفيديو، مش زي عنا احنا في الاردن فيديو بيجيك اتعاقد معه، لا انا بدي اروح اشوف التمرين، بدي اشوف مباراه للاعب، بدي اشوفه تحت الضغط بيعرف يلعب ولا لا، يعني تحت الضغط الجماهيري بيعرف يلعب عصبي ولا لا، هل بيقدر يندمج مع المجموعه ولا ما مجمع، شخصيته نرفوز ولا مايع، هذا كله ما ببين بالفيديو، هذا بيعملوا له ريبورت للمدير الرياضي. جميل. بالاخر بيقرروا انه فعليا هذا مناسب، طبعا مع سعره والى اخره، بحددوا سعره وبقولوا وببلشوا يعملوا كونتاكت مع مدير اعماله او الايجنت تبعه. اتوقع في برسنتج براندنج كمان، يعني مثلا قديش صارت جمهوريه اللاعب وشعبيته، يعني اتوقع هذا بيحكوا مع وكيل اللاعب شو السعر اللي مطلوب فيه. جميل. يعني طب هون كوتش كان برضو عندي سؤالين، اول سؤال اللاعبين بعد ما يعتزلوا ايش الكارير باث، انا كنت كاتبه مره بس بحب اسمع منك، يعني بعد ما اللاعب يعتزل ايش الخطوط المفتوحه امامه؟ وين مش بالاردن، مش الاردن شفنا التجربه، بس بحب اعرف يعني زي هلا عندنا رونالدو وميسي خلاص راح يعتزلوا او اعتزلوا وما راح يلعبوا مره ثانيه، خباز ايش ممكن يعملوا؟ النقطه الثانيه، اتوقع وجود وجهين منافسين دائما متنافسين بلعبه ما بيعطي صراحه صح هذا الجمهور الشعبويه، مين راح نشوف بعد رونالدو وميسي؟ مين بتتوقع انه هل في شخصيتين رح يضلوا بنفس الواجهه، يضل بنفس الاوج، وبالذات انهم على نفس المرحله ونفس الاعمار؟ شوف يا خلي صعب، بس بدي احكي لك شغله، هلا ممكن نيمار مبابي يكون احد اللاعبين ولسه صغير بعده صغير، لكن شو اللي بيميز ميسي وكريستيانو؟ انا ضد عمل المقارنات اللي بتتم بين اللاعبين، هذا شكل وهذا شكل، حتى شخصياتهم تربيتهم اثنيناتهم عندهم ميزه واحده، لا يقبلوا الا ان يكونوا مش من الافضل، الافضل صحيح. انا الافضل واضح، زائد قد ما حققوا ما عندهم سقف لطموحاتهم، وهذا مهم حتى لحياتنا احنا اذا خلينا، انا كلاعب كنت لما بلعب شو طموحي؟ احترف اخذ العقد اجيب سياره استاجر شقه واشتري بيت، يعني اتجوز، احنا لانه بحاجه للمال فسقف طموحاتنا موقف عند السياره، هدول لا، هدول برضو اجوا من بيئه فقيره بس سقف طموحاتهم هو عباره عن ان اكون افضل، مش من الافضل، افضل، هذا بكسر، فبلش ينافسوا بعض في الدوري الاسباني، حتى الان مع ذهابه للنصر السعودي بده يحكي للعالم انا صار في افتتاح في كاس العالم، انا صار لي افتتاح في نادي النصر، رجع جزء كبير من سمعته العالميه بعد ما طلعت البرتغال من كاس العالم، متواجد مع النصر صحيح. اللي سووا له اياه
في النصر السعودي صفى له باسمه حتى يعني ورجاهم شو معنات اسمه وهو متواضع يعني عم يعتد بحاله بس برضه يعني بيعرف انه اسمه رنان ويوم المباراه لعب بشكل جدي يعني مش لاعب بيلعب استعراضي ما اخذ الامور بشكل جدي كره القدم لذلك انك تلاقي حدا بنفس الميزات هاي اعتقد من صعب مش صعب يعني بس مش موجودين هلا بده وقت يعني لا لنشوفهم بس في لعيبه مليان لعيبه كويسه طيب كابتن يمكن في لاعبين معنا بسمعوك ايش بتحب تحكي لهم هيك نصيحه من وين الاردن ولا المغرب لا معنا لاعبين رياضيين يمكن بمجالات مختلفه بس بحب نسمع هيك نصيحه للكل الرياضه اجمل شيء بيكون للبني آدم يعني اللي ربنا خلقه عنده موهبة وتالنت هذا معناته ربنا حباك عن بقية البشر بأنه أعطاك هذه الموهبة فتأكد تماما أنه ستكون هي مصدر رزقك الرئيسي حلو. هذه الرياضة استثمر فيها وما ما تيأس نهائيا لأنه إذا بدنا نحكي بالأردن إحنا 11 مليون اللي بيلعبوا كرة قدم عندهم موهبة هم 40 واحد أنت منهم أو بالمصارعة أنت من العشرين واحد أنا للعلم يمكن ما أكونش مذيع ولا انفتح لي باب الإعلام لو أني مش لاعب صحيح مش البنك ترى اللي فادني زاد لك خبرات بس الأساس إنه اللاعب مهند المتعلم هاي الكومبينيشن جزء أعطت هذا التشكيل أعطاهم إنه بزبط مثلا إعلام أعطتني فرصة وبشكر ربنا عليها يعني الحمد لله وما تخلوا في سقف لطموحاتكم يعني خلي the sky is the limit زي ما بيحكوا خلي سقفك السماء دائما كل ما توصل لهدفك لا بدي أعلى بدي أعلى عبين تحقق الأهداف حلو أنا دائما بحكي أنت منافس ذاتك يعني شخصيتك اللي لسه ما إجت أو الأفضل اللي بتحلم فيها طيب معنا ربع ساعة المايك معاكم أي سؤال أي نقاش أي شيء